تتضايق لما تشوفك. لا ما تخافيش، وعلى العموم انا اخدت موافقه من الدكتور كمان. قلت له على كل حاجه كاتبنا؟ قلت له. صباح الخير يا حبيبتي. أهلا. ما عندكش شغل النهاردة؟ لا يا حبيبتي، النهاردة ما عنديش شغل. ها، فطرتي؟ لو جيت بدري عن كده كنا افطرنا مع بعض. طيب أنا جايب لك معايا واحدة عايزة تشوفك. وافقت؟ اتفضلي. طمن، انا مش هضايقها، بس هخليها هي اللي تتكلم. يكون احسن. هو انت هتقعد معانا؟ زي ما تحب. لا انا افضل انك تسيبنا لوحدينا. انت عايزه تعرفي حاجه؟ ايوه. حاجه ايه؟ بعدين هتعرف. طب اتفضل. انا هسيبكم مع بعض شويه، عايزه حاجه؟ لا ما تبعدش. مش هبعد عنك، اول ما هتعوزيني احكي لي جنبك. ازيك يا سالي، وحشتيني قوي. انت مين؟ معلش، اصل انا ما عدتش بفتكر حد. أنا أمل يا سيف، مش فاكراني؟ الاسم ده والشبه ده اتهيأ لي إني أعرفك. إحنا الاتنين كنا أقرب اتنين للمرحوم وحيد. وحيد حبيبي قتلوه. مين اللي كان عايز يقتل السكرتيرة بتاعته؟ أنا. كنت عايزة تقتليها ليه؟ خدت مني حبيبي، خدت مني وحيد. بس السكرتيرة دي لما عرفت إنك أنت بتحبيه طلبت منه إنه يتجوزك. عارفة ليه؟ لأن هي كانت متأكدة إنك أنت الوحيدة اللي هتقدري تساعديني. حقيقي الكلام ده؟ أيوه حقيقي. هي قدرت تقنع وحيد إنه يتجوزك. مش قادرة أصدق. لا لا، أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا عرفت كل حاجة، وعارفة كمان مين اللي قتل وحيد. أنا قلت لك إني أنا السبب، بس مش أنت اللي ضربتيه بالرصاص. لا لا، ضربتوش بالرصاص، اللي ضربه المجرم. اللي ضربه، أنا قلت له اقتل السكرتيرة، أنا مش عارفة هو ما قتلهاش ليه وقتله، أنا مش عارفة. عارفة ليه ما رضيش يقتل السكرتيرة؟ لأنه كان بيحبها، وكان عايز يخلص من وحيد، عشان الطريق يبقى فاضي قدامه. أنت عارفة كل حاجة. أنت لازم تنتقمي من المجرم الكبان اللي قتل وحيد وحرمك منه. هو ماهر ابو الذهب. افتكر الاسم ده كويس، افتكر الاسم ده كويس يا سالي. ده اللي حرمك من السعاده يا سالي. لازم تحكي على كل حاجه. لا، اعمل اللي قلت لك عليه. يدفع في الاول 10 مليون جنيه كضمان تعامل، وبعدين نديله البضاعه. لا لا لا، هو الاول بعد ما يدفع الفلوس ديت يدفع 25% من كل دفعه يستلمها، ويقسط الباقي على سنة. خلص معاه وبعدين ابقى كمل. مع السلامة. ايه الأخبار؟ ما اتعصبتش عليكي ولا حاجة؟ بالعكس، دي كانت هادية ورقيقة أوي. عرفتك؟ لا، هي لسه مش فاكراني كويس.
بس انا النهارده اتاكدت من موضوع كان شاغل بالي من زمان. موضوع ايه؟ وحيد. مال وحيد؟ ما كلنا عارفين سالي بتحبه، وان اللي حصل لها ده بسبب موته. مراد، انا النهارده بس اتاكدت من اللي قتل وحيد. هي اللي قالت لك؟ ايوه. طب وهي عرفت منين؟ ده من ساعه يوم الحادثه حصل لها انهيار ودخلت المستشفى. هي كانت شريكه في الجريمه. ايه؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده؟ مفيش جريمه من غير دوافع. وكمان معاها شركة؟ معاها شريك هو اللي دبر، لكن اللي قتل وحيد انا عارفه كويس، بس ما كنتش قادره اثبت لان ما كنتش متاكده منه كويس. قصدك مين؟ دهب اللي سمى نفسه وجدي زين. مين دهب ده ومين وجدي؟ ده تبع ماهر ابو الدهب اللي خطط للجريمه. طب ليه؟ ده وحيد كان من زمايله واعز اصدقائه. ماهر ابو الدهب مالوش صديق غير منفعته الشخصيه وبس. بصراحه بقى انا مش فاهم حاجه خالص. انا هفهمك على الموضوع بكل تفاصيل. انا عاوزك من هنا ورايح تبقى في منتهى الحرص في شغلك. ما تعملش اي خطوه الا لما تكون حاسبها كويس قوي. البلد دلوقتي كلها واغش وكل واحد متحفز للتاني. ايوه، الناس دلوقتي بقت وحشه قوي، مع ان زمان ما كانوش بالشكل ده. لان زمان القياده السياسيه كانت سياستها ان كل واحد يكون قانع باللي هو فيه، ورفضت على الكل اي نوع من الرفاهيه، لدرجه ان الواحد يقعد يشتغل ويحوش العمر كله وفي الاخر لو كان محظوظ يشتري له عربيه نصر، ولو ظروف اتحسنت شويه يشتري عربية أكبر شوية. لكن دلوقتي البلد في حالة انفتاح والناس حاسة بالحرمان أكتر، علشان كده بدأوا يأكلوا في بعض وكل واحد عايز يسبق التاني. أيوة. عموما أنت عارف المناصب شيء مؤقت، يعني خد بالك أنا مش دايم لك. لا لا لا، لا ما تقولش كده، أنت لسه بدري عليك، ده أنت ما بقالكش في الوزارة 7 سنين. فعلا يا دوب 8 سنين، لكن برضو الواحد ما يضمنش الظروف. وبعدين اوعى تفتكر ان الصراعات بره الحكومه وبس. لا لا، بالعكس، الصراعات في مجلس الوزراء شيء فظيع، وفي الحزب افظع كمان. وكل واحد ماسك له منصب في الحزب عنده امل انه في يوم من الايام هيبقى وزير. فعلا يعني الناس كلها عايزه تبقى وزراء. أنا من رأيي إنهم يحطوا في كل وزارة وزيرين زي زمان أيام الوحدة. طب وأنت بتقول فيها؟ ما بعد الوحدة كان في الوزارة وزير أساس ووزير تنفيذي، ولو إن أيامها ما كانتش مستاهلة الحكاية دي كلها. الكلام اللي أنت قلتيه ده خطير جدا يا أمل. الله، على كده بقى ماهر أبو الدهب مجرم من المجرمين الكبار قوي. كان دلوقتي لازم يتعدم أو على الأقل يبقى في السجن واخد تأبيدا. كل الأحكام دي قليلة قوي على الجرائم اللي ارتكبها. بس اللي أنا مش قادر أصدقه بقى إن سالي لها يد في الموضوع ده. هي اللي اعترفت، واعترافها ده شيء منطقي قوي للي حصل. طب وبعدين؟ إحنا مش لازم نسكت، هنتصرف إزاي؟ بص يا مراد، إحنا لازم نفكر كويس قوي، لازم نجمع كل الأدلة ونقدمها للنيابة.